جيت أهني كل مسلم برمضان وانثر الأبيات عطروده نعود كل عام والفرح عم المكان السعادة بهالشهر دايم تعود حظنا في شهرنا أمن وأمان طمأنينة نفس بركوع وسجود ليت وقتي يوقف بنفس الزمان وجر قرآني وشهري ذا سجود كل عام وانتو بخير والحمد لله اللي بلغنا رمضان وإحنا بأتم الصحة والعافية مع أهلنا وأصدقائنا الحمد لله رب العالمين إن اليوم إحنا نلتقي فيكم على قناة الشرقية من كلباء في برنامج على فكرة. برنامج على فكرة راح يصاحبكم إن شاء الله طيلة شهر رمضان المبارك. ليش على فكرة؟ لأن كل يوم بإذن الله سبحانه وتعالى راح نناقش معاكم فكرة معينة، فكرة للقلب، فكرة للعقل، فكرة للمشاعر، للخواطر، فكرة لك أنت يا أم، وفكرة لك أنت يا أب، فكرة للأصدقاء، وفكرة للأبناء، وفكرة للمدير، وفكرة للموظفين. وعلى فكرة ترى برنامجنا وايد غير، برنامجنا إذا حاب أنك تستفيد منه لازم يكون معاك ورقة وقلم، ليش؟ بتعرفون بعد شوي. ليش قلنا ورقة وقلم؟ لأن في معلومات إن شاء الله في هذا البرنامج راح تكون يعني جديدة بالنسبة لكم وممكن تكون معروفة عند البعض الآخر، ولكن لا ضير ولا ضرار، المهم إن نحن في برنامج على فكرة راح نناقش الفكر وراح ناخذ بعض الأشياء والظواهر الاجتماعية والظواهر النفسية وراح نحطيها لكم على البساط الأحمدي وراح نتناقش فيها معاكم. لكن رمضان هذه السنة وبإذن الله راح يكون غير وراح نرفع مع بعض شعار رمضان التغيير. فعلا خلونا نعقد النية مع بعض ونيتنا تكون خالصة لله سبحانه وتعالى على أن يكون رمضان هذه السنة فعلا رمضان التغيير. بسألكم سؤال، كل واحد عنده شهادة ميلاد طبعا أكيد يعني، لكن شهادة الميلاد هذه مو أنت اللي كتبتها ولا أنت اللي اخترت البيانات اللي فيها، صح؟ طبعا لأن احنا كنا صغار. هالمرة راح نكتب شهادة ميلاد جديدة، كل واحد فينا راح يكتب شهادة ميلاد جديدة بداية من رمضان. خلي يكون رمضان هذه السنة خطوة للتغيير. إذا كنت في الماضي ما تقدر تصبر عن أشياء معينة، خلي رمضان بداية قوية جدية فعلية إنك تتغير. سبحان الله، الله يرينا في أنفسنا إن في نفسنا قوة هائلة. إحنا قبل كم من يوم بس ما كنا قادرين نصبر لا عن الطعام ولا عن الشراب، لكن شوف نفسك الحين قدرت تصبر عن الطعام والشراب من الفجر إلين المغرب. هذه قوة وعزيمة. الناس اللي كانوا قبل يومين يبون يسوون رجيم ومش قادرين، هذو ياكم رجيم على طبق من ذهب، رجيم مجاني من عند الله سبحانه وتعالى. في رمضان تقدر أنك تقلب الحسبة كلها رأساً على عقب. ليش؟ لأن في رمضان تحبس الشياطين. إذا في شيطان واحد فهو نفسك، نفسك الأمارة بالسوء. هني لازم توقف وقفة جدية مع نفسك، يا إما نفسك اللي تغلبك أو أنت تغلب نفسك. في هذه الحياة في تحدي، إذا الله سبحانه وتعالى شل عنك الشيطان، إذا أنت لازم تحطي أهدافك وخططك ورؤيتك في الحياة للشيء اللي حاب أنك أنت توصل له. إذا قبل كنت تحاول أنك تواظب على الصلاة لكن ما كنت تقدر لسبب أو لآخر، هذا رمضانيات علشان يحفزك ويعطيك طاقة واستمرارية أنك تستمر في الأعمال اللي كنت تسويها. حاول أنك تخلي رمضان فرصة ذهبية واستثمار عند الله سبحانه وتعالى. الصدقة بعشرة أمثالها، الدعاء يصل إلى أبواب السماء، القرآن حرف واحد منه في رمضان شوفوا كم يعادل عند الله سبحانه وتعالى. القرآن في كل أيام السنة مهجور، خلونا في رمضان ننفض عنه غبار الهجران ويكون لنا صديق وصاحب في كل زمان وكل مكان. إذا حاب أنك فعلا تختم القرآن هذه السنة أكثر من مرة وأنك تكون أشطر من نفسك السنة اللي طافت، هات ورقة وقلم وسوي لنفسك جدول وخطة زمنية رمضانية فقط خاصة لرمضان. لا تخبر حد عنها، ترى مرات الناس يعطونك عين علشان أنت إنسان واضح وخططك واضحة وعندك هدف وتسعى له. لذلك
اقضوا حوائجكم بالسر والكتمان. وعلى فكرة، أنت قادر على صنع التغيير في أي زمان ومكان، ويا حبذا لو كان في رمضان.